كنشكر السي المراوي وكنشكر السي رحال على هاد الدعوه ديالهم في البطوله اللي منظمين الى يد القوه البدنيه. فهذا عمل يعني جميل، والسي المراوي يعني فهو مشهود له بتنظيم هاد البطولات يعني وكينجحها بشكل كبير. وكنشكروا الداعم ديالو اللي هو السي رحال، الله يجازيه بخير، فهو عطاهم هذا الفضاء ودعمهم كذلك ماديا ومعنويا. فهذا يعني الجزاء لكاع الله سبحانه وتعالى. ما بالنسبه لنا الحضور ديالنا فهو دعم رئيس الجامعه يحضر لواحد المباراه، فهو هذا دعم معنوي. وكما سبق لي واشرت بان رياضه القوه البدنيه فهي جزء لا يتجزا من رياضه بناء الجسم، كتمارس يعني في نفس القاعات بنفس يعني الاجهزه بنفس التقنيات، وحتى كذلك يعني كتعتمد على تقنيات التدريب وتقنيات حتى في التغذيه. وكما قلت بان ان شاء الله غادي هذه الرياضه غادي نحتضنوها بشكل اكبر. حنا دابا محتضنينها وكنعطيوها الدعم، ولكن غادي تكون يعني من 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 من, من الرياضات او من الاصناف اللي كتحضن الجامعه، اضافه للبناء الجسم، بناء جسم كلاسيكيه، المان فيزيك، وكذلك حتى الاصناف النسائيه. وكما قلت بان هذا الرياضي عندنا ابطال كبار، ولكن كينقصهم التنافس الدولي. الا ما كانش التنافس الدولي ما غاديش هذه الرياضه تعرف اشعاع كبير في البلاد، وهذا الشيء هو اللي كينقصهم، وهذا الشيء هو اللي غادي ان شاء الله احنا نحاولوا باش ندعموهم ونكون يعني متواجدين على الساعه الدوليه، وغادي يكون ان شاء الله نتائج طيبه، لان عندنا امكانيات كبيره وخامات كبيره، لا ينقصها الا الدعم، والدعم ان شاء الله غادي نوفره لهم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.